معنا كمان بلاغ آخر وحالة اختفاء أخرى لأحمد وأسامة محمد السواح. الاسم أحمد وأسامة محمد السيد السواح، العنوان مركز الحسينية محافظة الشرقية، السن أحمد 22 عام وأسامة 19 عام، المهنة أحمد طالب بالفرقة الرابعة كلية الطب جامعة الأزهر وأسامة طالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة، مختفين من يوم 13/2/2018 ولم يستدل على مكانهم حتى في حالة اختفاء أخرى من فبراير 2018 وبالتحديد في يوم 13. بينضم لنا عبر الهاتف أم أحمد والدة المختفين قصريا أحمد أسامة. أم أحمد، في البداية، منذ فبراير الماضي وحتى الآن ليست لديكم معلومات عن مكان إخفاء أحمد وأخوه؟ والله يا أستاذ، هو من سمعنا كده أن هما في المخابرات الحربية، لكن ما نعرفش هما فين بالضبط ولا ظروفهم إيه ولا عاملين إيه، مش عارفين ولا كلمنا حد منهم ولا عندنا معلومة. قدمتوا بلاغات للنائب العام، المحامي العام، قدمتوا كل الوسائل التواصل الرسمي مع الدولة، ما فيش حاجة برضه. كل أسبوع ولا كل يومين ثلاثة بنعمل بلاغات للنائب العام والمحامي العام، وقضايا وقضايا شغالة، والقضية تتأجل مرة واثنين وثلاثة وما فيش أي معلومة. يعني أنا عايز أعرف ولادي فين، يعني الدنيا دي إحنا فين بالضبط. مش لوحدك يا أم أحمد، يعني حقيقي كلنا عاوزين نعرف أحمد فين وأسامة فين وكل إخواتنا وأحبابنا في مصر فين. أشكرك جدا أم أحمد، وكان نفسي أخذ معاكي وقت أكتر من كده، لكن الحقيقة وقت الحلقة انتهى. أم أحمد والدة المختفين قصريا أحمد وأسامة السواح، كنت معنا عبر الهاتف.